السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج شوم في تجديد عن تفضل ليسينز كارد كوست خطأ السبعة. في فيديو اليوم راح نلعب بي في بي نورمال. طبعا انا صورت هذا الفيديو قبل الابديت تبع ريد كينج بساعة او ساعة ونص. ليش؟ لانه انا فكرت فيها لهذا التيم اللي انا هلأ لسه عامله ومخلص منه. بعد ما يجي ريد كينج بالنورمال ما عاد ينفع البيرس. ليش؟ لانه انت بالنورمال اصلا ما عندك بيرس كتير. بقى اذا بدك تحط تيم بيرس ويكون اللي ضدك حاطط ريد كينج راح يروح 50% منه. انت يعني ممكن انا ما موصل 75 بيرس، تخيل يروح منه 50%، يعني راح يصفى 35، يعني دمج البيرس راح يصير مثل قلته. مشان هيك بقى عم حاول انا اوصل شامبيون 1. انا عملت سلسله هلا كامله من الشامبيون 2 للشامبيون 1. تخيل سلسله كامله بس مشان اوصل من الشامبيون 2 للشامبيون 1. بقى هذا اول فيديو سويته وانا عم حاول العب الشامبيون 2. ايوه وصلت الشامبيون 1 مشان اخذ 60 جيم، يعني النورمال ما عاد العبها لحتى نشوف شو وضع ريد كينج. بقى خلينا هلا نكمل بالفيديو. مثل ما انتم شايفين اول مباراه لعبتها ضد هاد اللي هو 114 وانا 114 و900، يعني انا اكثر منه بشوي. كان بعتقد هذا سهل، يعني ما لقيت صعوبه فيه، بس هلا بنشوف. طبعا اول كم فيديو يعني في كم فيديو صورته وانا عم بحكي فيه فورا، وفي كم فيديو صورته وكنت عم صوره وما حكيت فيه مثل هذا الفيديو، عشان هيك بتلاقوا فورا نبلش بعدين تذكرت اني صور بس صرت جوا الجيم. خلينا نشوف شو حيعمل. هو قتل لي ليليا، هلا مع هاوزر صارت الكفه بايده، خاصة كمان بعد هالحركة اللي سواها هيلين ومعه التيمت اسكانور وانا ما معي التيمت حدا. شو فينا نساوي؟ ما فينا نساوي شي. بقى بنعمل هيك احسن طريقة، اذا قتلنا ممكن نفوز، اذا ما قتلنا مستحيل نفوز. والله كان بيموت بس لو اجت كم كريت. فيكم تقولوا هذا الجيم خسرناه. طبعا تخيلوا هلا بتشوفوا بالسلسله كم جيم اخذ مني. هلا هو المفروض اذا مشان توصل من الشامبيون 2 للشامبيون 1 بدك 100 نقطه. ال 100 نقطه اذا هو كل جيم بيعطيك 15 نقطه، يعني بدك 7 جيوم، لان 15 15 30 90، 7 جيوم فوز. خلينا نقول يا اخي 10 جيوم اذا انت خسرت منهم 3 للجيوم. خلينا نشوف كم جيم اخذ منا الوضع. طبعا انا هون ما بعرف ليش عم كمل لساتني، وخاصه انه الكروت اللي عم تجيني بالاساس، بس كنت عم حاول تلحق بركي بقتل له اسكانور تبعه بعدين بطلع. اذا عملت الالتيميت عليه ممكن 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 فوز، خاصه هلا اذا عملت التيميت وعملت اللي هي الحركة تبع الكليف. بس لما شفت كارت ليلي عرفت انه يعني الجيم خالص، يعني ما عاد فيني اعمل شيء. هلا رول باك، السلام عليكم، خسرت. لو عملت 2 كمان يعني مشان يموتني، بس ما قدر يموتني. هلا ممكن يقتلوا اسكانور ممكن، بس مشكلة صار معه التيميت ليليا ما فينا نعمل شيء. يعني هيك هلا هيك يعني خسرانين لحنا. وخاصه انه ليش وشوف وين يعني اكثر كمان، لانه انا معي كرت معي كرت اللي هو تبع قتل لي ليليا تبعي، قصدي قتل لي شو اسمه، قتل لي شخصياتي كلها. هذا اول جيم خسرناه. انا اوريدي لعبان جيم وفزته بقى هلا، عشان هيك هذا الجيم الثاني كان بعد الريسيت. يعني هلا انا لحتى لعبت الجيم الاول بعد الريسيت، شايفين هلا سكوري وحدات، يعني ربحان جيم وخسران جيم. بقى خلينا نكمل ونشوف وين بوصل. طبعا بعدين بشوف اذا بحاول حتى هذا الويتنج تايم ايمو، بس لانه هلا
هلا شوي الوقت متأخر، بقى انا حبيت نزل فيديو عن البي في بي قبل ما يعمل ابديت، لانه في اشخاص طلبوا مني اني اعمل لهم فيديوهات بالكومنتات عن البي في بي. بهذا فيديو من الفيديوهات اللي راح اعملها، وان شاء الله بعد اسبوع راح بلش ان شاء الله الاليت. ليش؟ لانه هذا الاسبوع انا بعمل فيه فارمينج مشان اخلص، بدي اجمع جولد وجمع جير، والجير ما بدي كتير، بس اهم شيء انا اجمع جولد. ليش؟ لانه انا بدي الجيم اللي الشهر اللي بعد او الاسبوع اللي بعده بلش بالاليت وصل شالنجر. وهلا بقى بنكمل. حلو، ممتاز ممتاز. الكروت اللي اجتني بتجنن. خلينا نشوف. هلا انا في استراتيجية ممكن اعملها بعدين. انتو لو بتشوفوا هدول الجيوم، انا دائما الفوكس تبعي بيكون على مين؟ على ميليودس الازرق، واللي ضدي دائما تركيزه على مين؟ بيكون على ليليا. بعتقد لما يكون التركيز على ليليا بيكون احسن. يعني شوف انا هون غيرت تركيزي من ميليوداس على اسكانور، بس قول هلا ميليوداس مات يعني على كل حال، وهيك روحنا له نص اتش بي وبنص بربع اتش بي، وصار اسكانور طلع عنده ارثر ورا، مشان هيك اتش بي اسكانور عالي. هلا بقى هو ما في احسن طريقه يقتلي اسكانور. بعتقد في يقتلي ليليا واسكانور مع بعض اذا جاء كرت اسكانور كتير، اذا جاء كرتين لاسكانور. ابدا يهيل يا غليظ. اوه والله رجع اتش بيو كله بالالتيميت، تصدقوا؟ شوف ما في اتش بي صار فل. ما في كانه عم يلعب هلا انا 3 ضد 4، لا 3 ضد 3 تصدقوا. هلا اعمله رول باك ولا كروجن؟ كروجن احسن مشان يهيل. ساعتها بستخدم انا تبع ليليا. هلا هو انا كنت استخدم ليليا ليش؟ مو مشان رول باك، عشان لايف ستيل، ترجع شيء من لايف ستيل تبعها، لانه هندريكسن بيعطيها لايف ستيل حلو الاسوسيشن تبعها. هلا اذا ما مات متت انا بهذا الدق كثير شيء حلو. هلا ورجع لي طبعا الالتيميت تبعي. هلا بنعمله نفس الشيء، بس شوف بدي اعمل له ليفل 3. المشكله انه ما عم يجيني ولا كارت تبع ميلودس الدمج. نعمل كروجن مشان نجيب الالتيميت ميلودس مره ثانيه. شوف ارثر شو صار فيه، ترى ليليا دمجها حلو يعني لا بأس به، خاصة هي لا تنسوا نورمال. هلا مشكلة ليليا لأنه حتى لو أنت معك التيميتين، بكرت ليفل 2 فيها تروح لك الالتيميتين اللي معك. هو ما شاء الله ما عم ينقطع من الهيل. هلا ممكن يقتل ليليا، هو رول باك ما عم ينقطع لا من الهيل ولا من رول باك. شفتوا؟ هي مشكلة ليليا. هلا أنا الحمد لله الحمد لله طلع معي. هلا بجيب ألتيميت جريامور كمان. هلا عم يجي معي رول باك، وعم يجي معه رول باك، بس هو عم يجي معاه هيل. أنا ما عم يجي معي هيل. هاي حلوة، أخيرا إجاني كارت دامج. بس شو المشكلة إنه ما إجاني كارت رول باك؟ بس هلا إذا قدر يعمل لي رول باك لا قتل لي إياها. مين قتله؟ للأسف لازم نقتله ليليا.
بس ممتاز هيك حلو. هلا 2-2، بس هو عنده آرثر، عندي غريامور. منيح، يلا منيح. هلا في قابلية اني يقتله آرثر، بس المشكلة انه اسكندر راح يجيب الالتيميت تبعه، او جابها مو راح يجيبها. هلا شو فينا نعمل له؟ نقتل له آرثر عشان يصير عنده كرت واحد فقط، بس حتى آرثر ما قدرنا نقتله. بس هلا صار معنا التيميت غريامور. هلا ممكن نربح تدو، ممكن غريامور، الا اذا عمل التيميت على غريامور. نسيان انا هذا الجيم شو صار. عمل التيميت على غريامور، احسن شي سواه، ولا عمل ليودس. احلى شيء انه ما اجتني الالتيميت، ما بعرف ليش ما مات. خلص خسران الجيم، هي مبينة خلاص، بدهم يخسروني بدهم يخسروني. أربعة دو ورا بعض ما جاني ولا كارت لمليوداس. هو كان عم يجي رول باك وهيل، رول باك وهيل، ما فيني أعمل شي. هلا هي الجيومع ما بزعل عليها، ليش؟ لأنه الكارت كان سيء، شايفين؟ هلا رجعت لشامبيون 3. يعني هي الشغلة الغليظة بالجيوم هاي، لانه انت بدك 7 بتلعب يمكن 20 عشان تقدر تاخذ 100 نقطة بس. بس هي مو سيئة، يعني مو دائما حتربح، يعني ما في شيء اسمه انه خلص 100% لازم تربح كل يومك. مية وعشرة، حلو. اوه هي حلوة، هي رائعة. هلا طبعا كالعادة نعمل حركتنا اللي هي نحاول نقتل مليوداس. كالعادة بضل بيتش بيو تفه. حاطط كريامور ورا هو. واو واو، هاي رائعة، هاي كتير كتير رائعة. هلا هو بده يحاول، تخيل يقتل لي اياها فورا. الحمد لله مات لي اياها. هلا عم فكر اعمل له رول باك ليفل 3 ولا هيل، بس هيك ساعتها بنجيب التيميت وبنعمل رول باك ليفل 3. هاي مات مليوداس، وهي حتعمل له ليفل 3 رول باك. يعني هلا حتى لو قتل لي ليليا ما راح يقدر يجيب التيميت هو. طبعا شو عرفت انه غريامور اللي ورا؟ لما انه صار دوره رجع شيء من اتش بي، وهي رجع من الاتش بي معناها عنده ريجنريشن ريت عالي، او ريكفري ريت، ريكفري ريت عالي. وريكفري ريت عالي شلون بياخذها؟ من غريامور، لانه بيعطيه 15% اتش بي ريتد ستاتس. هلا شو حيعطونا؟ كروت، ممتاز ممتاز. هلا المفروض نحن نقتل ليليا، ومنه بنجيب ليفل 3 من مليودس. هلا هذا الجيم 90% ربحانه. مشكلة غريامور لما ينزل ما بيفيدك مثل مثلا والله مارلين، ولا مثلا تكون حاطط ورا حدا قوي كتير مثلا آرثر. غريامور يعني الالتيميت تبعه حلوه بصراحه، اما اي شيء تاني لا. هلا هو عنده 2 وانا عندي 3 ومعي التيميت، شو بده يعمل؟ هلا انا فيني اعمل التيميت بعدين اضربه كرول سان وإكيماس. ايوه هيك ساعتها كمان بنجيب 3 اوربات اول ما نخلص الالتيميت تبعنا.
كيماس على كريامور. هلا هذا الجيم انا طلع لي كروت حلوه بصراحه، اسكانور كروتو رائعه اللي عم ها فرفت. انا مني منه نفس الشيء هعمل، يعني هي شوفوا شوفوا مثلا لما يكون الكارت حلو اللي بيجيك بتفوز، او ساعتها كفه الفوز بترتفع. طبعا اكثر جيم ممكن انزعج منه انا هلا بالنورمال، لعبت جيم من يومين اجى معي اجى ضدي مارلين الخضراء وليليا الخضراء وشو اسمه وفالنتي، وحاطت ورا جيلي ثاندر. هذا الجيم اكتئبت فيه اكتئاب انه ما في نص ساعة عمل يمكن اربع التمت علي لحتى قدر يقتلني، وانا ما كنت عم اقدر نقصه من اتش بيو. كتير كتير غليظ التيم كان. هلا هاي مو كتير حلوة، بس في قابلية اللي هي شو شايفين هلا عم حاول جرب انه اذا بقتلوا ليليا تبعه، مثل ما هن صلون سنة عم يحاولوا يقتلوا لي ليليا تبعي. ايه شوية مو عالي 74، يعني اذا ملودس ما حيموت ممكن هي تموت، في 10000 فرق. بس اذا جبت كريت يعني ما بدي اجيب كريت. هلا انا مو خايف على ليليا تبعي، اذا ما روح ليها وان شوت كتير كتير حلو الحكي، كتير كتير حلو. اذا ما قتلها يعني بلفة واحدة معي هيل معي رول باك معي كل شيء، بس للاسف ما معي ولا كارت دامج غير الرول باك اللي هو اللي بيرجع الاورب، لازم يهيل. ايوه هو هلا بده يقتل مليوداس، طبعا كرتين مستحيل يقدر يقتل مليوداس. ايوه هيك هلا بنجيب التيميت ليليا، نعملها ولا ما نعملها؟ نعملها ولا ما نعملها؟ لا ما نعملها، بركي هلا بتجيب ليفل 3 منها. من هو هلا استخدم الهيل تبعه باول لفه، بقى ممكن هلا في قابليه انه ما يكون معه. هي كتير كتير حلوه، بس بدها تحريك كروت كتير لحتى تظبط، لانه مسوي كارتين ذهبيين، كارت مليوداس وكارت ليليا. ممكن يقتلي مليوداس، اذا قتلي مليوداس تجي هيك بيرفكت. هي جبناها ذهبية ومليوداس. سوري. هل ممكن ليليا تموت؟ صدقوا لا ما حتموت. والله ناقص لي منيح كثير من اتش بي بالضربه تبعه بالكروجن. هلا واحدة من رول باك من ليليا. هلا هو عنده كرت سيلفر، هذا شو هو؟ هلا صار معه رول باك. ايوه هذا سيلفر وكرت ليليا سيلفر. لا اوه شو صار بكروتي. باقي لي كرت. لنشوف يا رب. طبعا 300 كرت للشاب الحلو. هدول يعني مثلا شوف لما تنزل مارلين، لما كنا نلعب مارلين، لما تنزل مارلين ما بيعطونا مارلين الكروت تبع مارلين ما بدنا اياها، لما بدنا الكرت تبع مارلين. لما مثلا هلا لما بدنا مثلا ما بده يطلع لنا جريامور، لا بيعطونا 3 كروت لجريامور. هلا هو ما في يعمل لي رول باك بس في يقتلني. هون ليليا ممكن تموت هلا، لهلا ما اجانا ولا كرت هيل لليليا من قبل من بعد اول لفه.
هلا ممكن يقتل اسكانور وليليا. لا لا تقتل اسكانور. هلا ايكيماس ممكن يموت لي. خالص الجيم خالص. هي هيك بس. بعتقد ولا حنلعب كمان؟ لا بعتقد حاجة اليوم. طبعا هلا بالفيديو اللي بعده راح فرجيكم التكملة تبع هدول الفيديوهات، لان انا لعبت يمكن بحدود 20 جيم او 18 جيم بهذا الفريق او بهاي القعدة نفسها، بس صورت مع اجزاء مشان ما يصير مدة الفيديو ساعتين ونص. بس هي هي. وطبعا فوت على الكوين شوب مشان اشتري بالفريند بوينت، بشتري تيكت مشان اقدر مشان ما اصرف جيمات والعب اكثر بي في بي. بشتري دائما اربعة، ما بشتري خمسة مشان ما يصير العداد تبع انه هو كل ساعة فيني العب كم جيم مشان ما يرجع للصفر. وبس، وهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو تبع اليوم. ارجو انكم استمتعتوا فيه، واذا استمتعتوا فيه لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا معنا بخانش يصلكم كل جديد. وراح احط لكم رابط ديسكورد بالدسكربشن عشان اذا حبيتوا تشتركوا معنا. وبشوف اخر فيديوهات تانية. مع السلامة.